الحدث مع أحمد القماطي. النفط يعود إلى الواجهة، القبائل التي أقفلته أعادت قرار فتحه من عدمه للقيادات السياسية والعسكرية بعد أشهر من إقفال، برر القائمون عليه خطوتهم تلك بأنها تأتي في إطار تجفيف منابع الإرهاب. الإقفال شمل لأشهر الآبار النفطية والميناء. يدور الحديث الآن عن مفاوضات لإعادة التصدير ترعاها جهات دولية وأممية قائمة على عدة شروط، منها عدم استخدام عوائده في دعم الإرهاب من قبل الحكومة الموالية لتركيا. على قائمة الشروط أيضا تحقيق شرط العدالة بين الحكومتين على حد سواء. بالتزامن مع الجهود المبذولة لإعادة تصدير النفط، محافظ المركزي جيء به ليقابل أردوغان على وجه السرعة فيما يشبه الاستدعاء. بالتزامن أيضا الإخوانجي مصطفى صنعالله يواصل غض الطرف عن عصابات تهريب النفط ومشتقاته إلى أوروبا، تلك العصابات المنحدرة من زوارة، الزاوية، صبراتة وصرمان، والتي تتاجر في البشر القادمين من القارة السمراء. الإخوانجي صنعالله الذي ما فتئ يطلق لسانه بالكذب والاتهام والافتراء، فبعد أن تحدث منذ أيام عن روسن وفاغنر يحتلون الحقول قبل أن تتدخل جهات أمنية وعسكرية برفقة مستشار أمني أوروبي ظهروا في عين المكان ليفندوا هذا الادعاء. الإخوانجي لم يتوقف، اليوم أيضا أصدر بيانا متهما دولا إقليمية لم يسمها بإقفال النفط، رغم معرفته أن من يقفله هم ليبيون على رأسهم مشائخ القبائل والحكماء. تصرفات الكبير والإخوانجي صنعالله تثير شكوكا في نوايا الجهود المبذولة لإعادة عجلة الإنتاج النفطي، فهل سيكون المطلب الأول من اشتراطات فتح النفط هو إبعاد هاتين الشخصيتين، أم أن الفتح سيكون على قاعدة العدالة كافيا مع استمرار هاتين الشخصيتين الإخوانيتين في البقاء؟ حسن النوايا لا شك أنه شيء أساسي في أي تسوية لأي أزمة، لكني لازلت أتساءل وأنا أراجع حقائق علمية وتلك المتعلقة بعلوم الفيزياء. أحيانا أفكر، هل الذيول المنبعجة يمكن أن تعتدل؟ أو لازال في اعتدالها احتمال ممكن ورجاء؟ أترك لكم الإجابة، لكني لا أريد للحديث عن النفط أيضا أن يشغلكم عن المرتزقة السوريين في غرب البلاد، عن الأتراك الذين يحتلون العاصمة يظلون خطرا داهما على استقرار البلاد ومستقبلها، وإن أجبروا على الخضوع عنوة للبقاء خلف الخطوط الحمراء. هنا المرتزقة السوريون. وهي الشباب الطيبة، وهي القهوة، هي البردقون، هي الأمور، وما في أحلى من هيك. أحلى دولار، أحلى دولار، أحلى شو دينار. هناك أجسام موازية لوزارة الداخلية، هذه تمتلك الإمكانيات الكبيرة، هي صحيح اسميا منتمية لوزارة الداخلية تحت مسميات الدعم المركزي أو القوة سين أو القوة صاد أو القوة جيم، هناك ما يطلق عليه الميليشيات، كان هذا اسم أطلق في السابق اللي هي ميليشيا، يعني أشخاص مدنيين يحملون سلاحا، وأن عندنا مجموعات تهيمن على القرار السياسي بقوة السلاح وتهيمن على القرار المالي بقوة السلاح. إذن هنا يكون الحل أو الإصلاح طويل. لإصدار لإنتاج القوانين
الشرعية اللازمة لنرتب الانتخابات. قلت بوضوح كبير للرئيس أردوغان، أنا أعتبر اليوم أن تركيا تلعب في ليبيا لعبة خطيرة وأن تنتهك كل التزاماتها بموجب مؤتمر برلين. أنا قلق للغاية بشأن المسلحين الذين يتدفقون إلى ليبيا من محافظة إدلب السورية. هذا تهديد لنا جميعا، لأنه يمكنهم الانتقال إلى أي مكان انطلاقا من ليبيا فيما بعد. دعونا لا ننسى ذلك. إن أي تدخل مباشر من الدولة المصرية باتت تتوفر له الشرعية الدولية. انتبهوا إن وجود الميليشيات، وجود الميليشيات في أي دولة، وعندنا نماذج كتير لا تستقر معها الدول، وليبيا دولة عظيمة وشعبها عظيم وشعبها مناضل ومكافح. إذا كان يعتقد البعض أنه يستطيع أن يتجاوز الخط سرت الجفرة، ده أمر بالنسبة لنا خط أحمر. بيان نحن حراك المدن والقبائل الليبية للحفاظ على الموارد النفطية. بداية نتقدم بالشكر والتقدير للقائد العام لتعامله معنا أثناء التجمهر لإقفال النفط وإصدار تعليماته بحماية المنشآت النفطية والحفاظ على أرواح المواطنين والوقوف بجانب الشعب. وفي ظل الظروف التي تمر بها بلادنا من مؤامرات من بعض الدول الداعمة للإرهاب وعلى رأسها تركيا الطامعة في الاستيلاء على أموال وثروات الشعب الليبي، نفوض القيادة العامة تفويضا مطلقا للتواصل مع البعثة الأموية والمجتمع الدولي بإيجاد حلول لعدم وقوع إيرادات النفط في أيدي الميليشيات الإرهابية. وبإرادتنا فتحنا النفط وسنقوم بإقفاله إذا استخدم النفط مجددا في قتلنا وتجويعنا. الحدث، أهلا بكم مشاهدينا. أرحب بضيفي في هذه الحلقة، المحلل السياسي الأستاذ عز الدين عقيل الذي ينضم إلي عبر الأقمار الصناعية من تونس العاصمة. من تونس أيضا أرحب بالمحامية والناشطة الحقوقية الأستاذة وفاء الشاذلي. أبدأ معك أستاذ عز الدين بعد أن نجدد الترحيب بك، اسمح لي أن أبدأ معك من آخر التطورات المتعلقة بملف النفط. القبائل التي كانت تقفل النفط بعد أو عملية التصدير بعد ثبوت استخدام عوائده في عملية تمويل الإرهاب أيضا وفقا لتقارير صادرة عن لجنة الخبراء الأممية، اليوم كان هناك بيان وربما نقلوا قرار فتح عملية التصدير من عدمه ووضعوها ورقة على ملف أو على طاولة القيادة العامة هي التي تقرر في هذا المجال. كيف تتابع هذا التطور؟ مساء الخير أستاذ أحمد لك ولضيفتك الكريمة وكذلك لكل الليبيين الكرام. أهلا. في ظني أن الوضع حتى الآن هو مجرد مجموعة من الوعود التي قدمت لا أدري لمن، ربما لقادة المشايخ والوجهاء الذين يقفون خلف إقفال المواقع النفطية. ربما تم الحديث مع الجيش ومن خلال القيادة العامة نقل إلى قادة إلى 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 الوجهاء والمشايخ، ولكن في ظني أن المسألة لم تتعدى حتى الآن مجرد وعود. ربما تكون هذه الوعود هذه المرة قوية إلى حد ما، وربما تكون قد أقرنت ببعض الخطوات أبرزها هو هذه الضغوطات التي تمارسها الولايات المتحدة الأمريكية على أطراف بعينها بطرح موضوع نزع السلاح وتفكيك الميليشيات وإعادة التسريح والإدماج، وهذا هو تقريبا البرنامج المتكامل التي تعودت الأمم المتحدة على استخدامه في كل نزاع مسلح ينتهي ويصل أطراف الصراع فيه إلى تسوية سياسية. وبالتالي في أيضا هناك حديث الآن على البحث عن آلية لتوزيع الثروة على الليبيين بشكل عادل، بحيث يشعر كل مواطن بأنه جزء من هذه الثروة وأنه قادر على أن يصنع بها مستقبلا له ولذويه.
وبالتالي يبدو أن تمة أطراف دولية وعلى الأغلب في اجتماع سري، إما أنها أوصلت هذه الوعود أو الوعود للقيادة العامة للجيش، ومن تم قامت القيادة العامة بإطلاع المشايخ عليها حتى أظهروا هذا اللين تجاه عملية الفتح، وربما هناك أطراف أجنبية جالست المشايخ خاصة المجلس الأعلى لأعيان ليبيا، وبناء على ما وصل من وعود، وربما أو أتمنى أن تكون هذه الوعود قد وضعت لها آليات لمتابعتها، أتمنى أن يكون هناك حصل حوار بناء على محضر محدد بين هذا الذي نقل هذه التعهدات وبين انتظار تحقيقها أو انتظار حدود خطوات مهمة تشير فعلا إلى أن هذه العهود هي أو الوعود هي بطريقها للتحقيق. ولكن حتى هذه اللحظة لا نريد أن نمني أنفسنا بأكثر مما هو واقع فعلا، نحن ننتظر بالتأكيد من خلال متابعتنا لهذا التحول الدولي الكبير، خاصة في موقف الولايات المتحدة الأمريكية التي تعد اللاعب الرئيسي الآن، والذي يعد كل الذين يلعبون حولها هم مجرد بيادق. لا يعني بعد قليل سأسألك يا أستاذ عزتي تحليلك الآن، أنت الآن تتحدث أنه ربما اللاعب الأساسي والرئيسي هي الولايات المتحدة الأمريكية، بعد قليل سوف نخصص محور للحديث عن تقييم الموقف الدولي، خاصة أنه في البعض من يتحدث عن تراجع في موقف أو نفوذ الإدارة الأمريكية إلى جانب أو بموازاة حضور أكبر لدول أخرى. يبدو أنك لا تتفق مع هذا الطرح، لكن اسمح لي أن أستمر معك في الحديث عن تقييم ملف النفط، بعد قليل سوف نتحدث عن هذه الجزئية. عملية أوكي. طيب يا أستاذ عز الدين، عملية الآن اليوم في ظني، طيب بعد قليل اسمح لي، تفضل. عندما نتحدث عن إعادة توزيع عوائد النفط بعدالة، وأيضا عن ضمانات لعدم استخدام عوائد النفط في تمويل الإرهاب، في النهاية كنا ضحية لهذا الأمر طيلة السنوات الماضية، الليبي حرم، المواطن البسيط حرم من العوائد، فيما الميليشيات اغتنت بعوائد النفط. هل تعتقد أن هذه الشروط كافية، أم أيضا يجب رفع اشتراطات أكبر متعلقة بمحاسبة المتورطين في هذا الملف، ملف دعم الإرهاب عبر عوائد النفط؟ أتحدث عن مصطفى صنعلا الذي يرأس المؤسسة الوطنية للنفط، وأيضا الصديق الكبير الذي يسيطر على المصرف المركزي. في ظني أن هذين الأمرين سيكونان مقرونين ببعضهما بعض. في ظني أن إعادة أو الوصول إلى آلية لتوزيع الثروة بشكل عادل والتأكد من وصولها فعلا إلى المواطنين من خلال الحصة المقررة لكل فرد بالطريقة التي ستقرر، أعتقد أنها ستكون الخطوة الأساسية والأولى في موضوع تجفيف منابع الإرهاب والعنف والفوضى الجارية بالبلاد، لأن كل هذه الصراعات التي تدور اليوم بين الميليشيات والجماعات المسلحة وكل هذا التكالب الإقليمي والدولي على ليبيا وكل هذا التداخل مع المافيات الإسرائيلية والمالطية والإيطالية والتركية هو من أجل هذه الوفرة الضخمة من هذه الأموال السائبة التي هم يجدون وسائل مختلفة للوصول إليها. يكفي أن نقول بأن هناك عصابات الجريمة المنظمة التي استعادت بدعم من تركيا وبتحريض مباشر من ترامب استطاعت أن تستعيد كل المنطقة التي تشكل الشبكة الرئيسية في تهريب البشر وفي تهريب النفط، اللي هي صبراتا وصرمان والعجلات. هذه هي المنطقة الأساسية التي تعمل عليها المافيا الدولية، التي تهرب يوميا ما مقداره 120 ألف برميل من النفط يكرر كل صباح في مصفات الزاوية، بالإضافة إلى ما يحصلون عليه من كميات إضافية من النفط الخام الذي يهرب أيضا عبر سفن خاصة إلى مناطق مختلفة. وقد وصلت الجرأة بهذه العصابات الرهيبة حد قتل صحفية مالطية بقلب فاليتا بقنبلة بدائية مصنوعة في أحد الزوايا، في الزاوية أو في صرمان أو في صبراتا في أحد أوكارهم، لمجرد أن هذه الصحفية وصلت إلى معلومات دقيقة تقول بأن تمت كميات ضخمة من النفط الذي يهرب، وتم تحقيق مبالغ مرعبة ومروعة. لابد وأن يحدث تقاطع مع مكاسبها مع الجماعات الإرهابية، وأن مافيات حقيقية، المافيا الإسرائيلية والمافيا التركية والمافيا المالطية والمافيا الإيطالية، وفيهم شخصيات رسمية حكومية، يعني القائمة الموجودة على مكتب النائب العام المالطي الآن قائمة مخيفة، فيها شخصيات لهم مكانة جد معقدة في النظام السياسي المالطي، وكذلك للجانب الإيطالي وغيرهم. وبالتالي
وبالتالي هناك موضوع بالغ الخطورة في ظني أن الولايات المتحدة الأمريكية لابد أن تكون قد وصلت إلى قدر كبير ومهم من هذه المعلومات عبر مخابراتها وعبر أعينها الموجودة في كل مكان. لابد أنهم يعرفون أن هذه المعلومات أو أن هذه الموارد قد تقاطعت في جزء منها لكي تشكل دخلا لجماعات إرهابية. هناك حديث الآن الناس رأت بعينها داعش وهم يعودون إلى مدينة صبراتة، المدينة الأثرية الجميلة التي يمكن أن تكون حقل نفط آخر للليبيين في برنامج سياحي كبير أو في صناعة سياحية كبيرة. الآن العالم الأسود يرفرف هناك، وهناك لنا ناس نعرفهم تعرضوا حتى للطرايح لمجرد أنهم حاولوا أن يقتربوا، ولو كانوا شكوا فيهم أنهم فعلا يريدون التأكد من أن داعش قد عادت إلى صبراتة لربما قطعوا رؤوسهم، ولكن ربما هم ظنوا فيهم حسن النية ولهذا أطلقوا سراحهم. وهؤلاء أشخاص أعرفهم شخصيا وحدثوني شخصيا، وهناك صور ربما تكون ضعيفة ولكنهم التقطوا فعلا صور هناك. هذا ما فعله الحقيقة ترامب بي 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 بالرجل الكلبين أردوغان الذي أعطاه دورين، دور كلب الصيد الذي عليه إبعاد الجيش من أماكن أو جغرافيا معينة، وكلب الحراسة الذي عليه لاحقا أن يحرس خط التماس الجديد ما بين الطرفين. هذا هو ما تحقق، ولكن في ظني أنه ربما الولايات المتحدة تحتاج إلى هذه الخطوة ربما للرفع من معنويات ما يسمى بحكومة السراج، ربما لإعطائها دفعة أخرى في أنها يمكن أن تكون شريك في مفاوضات، لأنهم كانوا فعلا مصابين برعب شديد، كانت الميليشيات منهارة بشكل حقيقي. أنا شخصيا في حديث مع أحد أعضاء المجلس الرئاسي لي حديث معه، قال الرجل بأنه يتوقع في أي لحظة أن يدخل الجيش إلى غرفته. لكن أنت طرحت شيء مهم للغاية أستاذ عز الدين. نعم. شيئين في الحقيقة، الشيء الأول أنك تطرح الآن حقائق مفزعة لعمليات ثراء فاحش لقادة ميليشيات، وأيضا تفضح شبكات ومافيات تهريب النفط على الجانبين، الجانب الأوروبي والجانب الليبي. لكن برأيك كيف تفسر صمت مصطفى صنع الله عن عمليات التهريب هذا بينما يطلق لسانه بادعاءات وافتراءات تطالل جيش والقبائل التي أقفلت النفط؟ أخي أحمد، مصطفى صنع الله هو عبارة عن بيدق من البيادق المحلية التي تحركها أطراف غربية، وإذا كان مصطفى صنع الله هو يتعاطف معهم أو يغض الطرف عنهم لأنهم قادرون على مهاجمته خلال ساعات في 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 المؤسسة الوطنية للنفط في مقرها في طرابلس وهد أسقفها على رأسه، فإن اللوم الأكبر يتوجه نحو الولايات المتحدة الأمريكية التي سلطت على هذا الأردوغان لكي يعيد لهذه العصابات مجدها. بالتأكيد ربما الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن توفر لهم في خطة ما المجال الكافي لكي يرفعوا رؤوسهم ثم تأتي لتقطعها، هذا ربما احتمال يحتاج إلى هذه الخطوة، ولكن نحن لا ندري. إنما من وفر لهذه العصابات كل هذه الحماية هي الدول الغربية. الدول الغربية تعرف تماما هذه العصابات، تعرف تماما هذه الصحفية الملطية التي قتلت، تعرف تماما من يسيطر على مصفات الزاوية، تعرف تماما من يسيطر على مليتا، الحكومة الإيطالية تعرف تماما أن تمت ميليشيات هي التي تدفع لهم وهم الذين يحمون لها مليتا، وأن هذه الميليشيات قامت بتصفيات جسدية لأشخاص لمجرد أنهم فكروا في اقتحام هذه المليتا. أيضا هم يعرفون من الذي يقوم بتهريب البشر، يعرفونهم واحد واحد، ولهذا عملية صوفيا برمتها إنما أسست وقامت من أجل مطاردة هذه العصابات، ثم رأيت كيف أنهم ألغوها تماما دون أن تنتهي هذه العصابات من الوجود، وذهبوا إلى عملية إيريني التي قالوا بكل صراحة ووضوح بأنها لا علاقة لها ولن تستهدف هذه العصابات أبدا، وإنما ستستهدف منع السلاح الذي عجزت فيه أيضا. كذلك رأس جدير، هم يعرفون من الذي يسيطر على رأس جدير الذي هو بوابة لدولة أخرى من المفروض أنهم يقولون أن أمنها واستقرارها يهمهم، والمفروض أنهم يقولون بأنهم لا يريدون الأزمة الليبية أن تتمدد إلى دول الإقليم، وهم يرون أن هذه الأزمة تتمدد. وبالتالي في ظني أن من يقف وراء كل هذا الدعم لهذه العصابات هم الغرب. في السابق كانوا صامتون تماما، الآن هي الولايات المتحدة الأمريكية قامت بخطوة، نتمنى فعلا أنها خطوة تحريضية ليرفعوا رؤوسهم قبل أن يأتيهم السيف ليقطعها، هذا ما نتمناه، ونتمنى ألا يكون فعلا هو دعم جديد لهذه العصابات ولهذا الوجود. لكن هي فرضية ربما سلطت عليها الضوء الآن. نعم، وقراءة فرضية من زاوية أخرى. نعم. ربما لم ينتبه إليها الكثيرين. أنت تتحدث الآن أنه كان في جهود محمومة من قبل الميليشيات الموالية لتركيا، من قبل أردوغان أيضا للسيطرة على الموانئ والحقول لاستخدامها ورقة في أي تسويات أو مفاوضات قادمة بعد أن عجزت هذه الجهات على تجاوز الخطوط الحمراء المصرية. ربما هناك ضغوط من نوع آخر لإعادة تصدير النفط حتى لا تصبح عملية السيطرة على النفط ورقة ترجح كفة الجيش والبرلمان.
نعم صحيح صحيح صحيح. وفي ظني أن المافيات التركية التي تشارك عصابات الجريمة المنظمة، ولهذا كان الحماس التركي كبير، المافيات التركية هم لهم صلات مباشرة بأردوغان، يعني معظم قادة هذه العصابات يحولون أموالهم إلى تركيا وهم معروفين في تركيا، والمخابرات التركية هي مخابرات ضاربة وكبيرة جدا ولها تأثير عالمي كبير، وهي بالتأكيد تعرفهم ومع هذا تفتح لهم مطاراتها وتفتح لهم بنوكها لكي تستقبل الأموال التي يحققونها. وهناك أشخاص مقربين من أردوغان على مستوى القرابة العائلية وعلى مستوى القرابة الحزبية يشاركون عبر المافيا التركية هؤلاء في حصاد هذه الأموال وفي تحقيق هذه الثروات الحرام. طيب بالعودة إلى الخطوط الحمراء المصرية، لم يتسنى لي أن أعرف وجهة نظرك حولها، كيف رأيت هذه الخطوة، هذا التدخل المصري القوي عبر خطاب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في سيدي براني؟ هل تعتقد أنها غيرت المعادلة على الأرض أيضا؟ أخي أحمد، دعنا نكون صريحين جدا مع شعبنا. قلت لك أخي الكريم قبل قليل بأن كل من رسخ ووضع هذه السياسات هي الولايات المتحدة الأمريكية، وكل هؤلاء الذين لعبوا أدوارا مختلفة ضمن هذه السياسة هم لعبوها بأضواء خضراء وبأوامر أمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد لهؤلاء أن يتجاوزوا السرت. رأينا كيف أن الرئيس الأمريكي وفي مكالمة مع المشير خليفة حفتر، هي مكالمة استثنائية بكل معنى الكلمة، قال بكل وضوح بأن من يجب أن يحرص النفط الليبي هو الجيش الليبي، لأن لديهم ذكريات جد بائسة وسيئة مع الميليشيات عندما كانوا يسيطرون على الحقول، من إغلاق ومن فوضى ومن ضرب حتى للمعدات والتجهيزات التي هي في النهاية توجد شركات أجنبية شريكة لنا فيها. وبالتالي هم رأوا بأن استقرار كبير حصل في إمدادات ليبيا لأسواق الطاقة الدولية عندما سيطر الجيش أو عندما قام الجيش بحراسة هذه المواني والحقول، وبالتالي يعرف أردوغان ويعرف السراج تماما أن هذا قرار أمريكي لا رجعة فيه أبدا. أيضا هم يعرفون تماما أو على الأقل السراج يعرف لبالغ الأسف بأن أينما أمطرت غيوم النفط فخرجها له، إذا لماذا هو يغامر بالدخول إلى السرت وإلى الجفرة اللذين هما بوابتين للنفط، ومن ثم يمكن أن يحصل صراع في الحقول النفطية والمواني النفطية فلا يجد عائدا يأتيه نتيجة الدمار الذي يمكن أن يلحق بهما. بالإضافة إلى أن السراج لا تهمه سرت على الإطلاق، السراج يهمه فقط أن يبقى في الحكم، يهمه فقط أن يبقى حيثه بالنسبة له، طالما أن الخطر بعيد عليه وطالما أن الجيش بات يقف على 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 أطراف سرت فهذا بالنسبة له أكثر من كافي كما قلنا، طالما أن الأمراض ستأتيه. من يهمه أن يدخل إلى سرت وإلى الجفرة هما الإخوان المسلمين وميليشيات مصراتة. هذين الطرفين يريدان الحصول على أكبر رقعة جغرافية ممكنة من أجل استخدامها على مائدة التفاوض، يعني هم لديهم طلبات أعتقد أنه يشيب من هولها الولدان، لديهم أمور وأطروحات، ما أن يبدأ التفاوض إذا بدأ ستسمع من ميليشيات مصراتة أطروحات في الحصول على امتيازات سياسية، في الحصول على امتيازات اقتصادية، في الحصول على فيتو على أي حكومة يمكن أن تكون في المستقبل، في طرح رغبتهم في أن تكون لهم قوة عسكرية خاصة بهم. وبالتأكيد سوف يتحججون بأنهم أوغلوا في دماء الليبيين كثيرا، وأن أي تفكيك لميليشياتهم ونزع لأسلحتهم قد يجعل الليبيين يخططون لهجوم جماعي عليهم، وهنا هم سيطالبون بأن يتوفروا على حماية جهوية لهم، وسوف يعرضون أيضا بأنه خلال 10 أو 15 عام يحاولون عبر برامج مختلفة إدماج أنفسهم بالتدريج في المجتمعات المحلية الليبية المختلفة التي أساءوا إليها كثيرا، وعندما يصل الرواق بينهم وتعود ويعود السلم الأهلي إلى مستواه الأعلى عندها يمكن أن تفكك هذه الميليشيا. وبالتالي أخطر ما يمكن أن أتوقعه أنا في المفاوضات القادمة هو أن نجد نفسنا أمام حشد شعبي جديد أو أمام حزب الله جديد كما هو الحال في لبنان. فبالتالي المفاوضات القادمة لن تكون سهلة، ستكون مرعبة، ستكون مروعة، ستطرح فيها أمور غاية في الخطورة، ولا أدري إن كنا مستعدين لها أم لا. وهذا هو السؤال، هذا الغرب اللعين. طيب هذا الغرب اللعين كما وصفته الآن كيف سيكون موقفه، خاصة أنه في الحديث عن مؤامرات وصلت إلى حد التقسيم، بعد قليل سوف نتحدث بتفصيل عنها. لكن بالعودة إلى هذه الخطوط الحمراء، أنت برأيك أن ليس فقط قوة الجيش التي فرضتها على الأرض وهي ساهمت فيها بطبيعة الحال، لكن أنت لا ترى أن هذه الخطوط هي خطوط حمراء مصرية أو فرنسية أو روسية فقط، بل تعتقد أن الأمريكيين أيضا لا يريدون لهذه الميليشيات التي يعرفون طبيعتها وخلفياتها العقائدية الإرهابية أن تحتل الموانئ النفطية؟ لا، هي خطوط حمراء أمريكية بكل ما في الكلمة من معنى، ولهذا التزم كل منهم مكانه.
يعني لو كانت القصة ليس خط أحمر أمريكي، ولو كان الانتظار هو إلى أن يتحدث الرئيس السيسي، لكان أردوغان في 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 نشوة نصرهم لكان تقدم وأخذ سرت وأخذ الجفرة. لماذا وقف فجأة في ذلك المكان وتسمر فيه؟ لأن تمت معلومات أمريكية أي مخالفة لها، خاصة وأنه مجرد مسدس للإيجار، هو ليس أكثر من ذلك. ليبيا ليست مكان جيوسياسي للأتراك، ليبيا محرم على الأتراك، حرمة مكة على اليهود، وذكريات الدولة العثمانية لازالت تثير في الغرب الرعب الحقيقي. وبالتالي هذا الرجل جاء فقط كمسدس للإيجار، ولهذا هو حتى استخدم على الأرض الميليشيات ولم يستخدم قواته التي ربما كانت ستكون أرخص بالنسبة إليه وأكثر أربح وأكثر ربحا، باعتبار أن الأموال التي تذهب إلى الميليشيات اليوم من الممكن أن تذهب إلى جيشه وأن يستخدمها في تطويره، أو على الأقل في تطوير شركة سادات التي يريد أن يتدخل ويوسع بها تدخلاته في كل مناطق النزاعات المسلحة، وربما يريد أن يصنع بها مناطق نزاعات مسلحة جديدة من خلال تهديد الاستقرار فيها. طيب. وبالتالي في ظني أن هذه هي الأوامر. في ظنك أن هذه هي الأوامر يا أستاذ عز الدين؟ في أوامر أمريكية أوقفت أردوغان أيضا وأجبرته على الوقوف عند حده وعدم تجاوز خط سرت والجفرة، لكن دعني أقول هذا الدليل أخي، دعني أقول هذا الدليل. دليل؟ تفضل. هذا الدليل هو أن الولايات المتحدة الأمريكية لا زالت ترى لحظيا أردوغان وهو يأتي بالمرتزقة إلى مصراتة، وهو يأتي بالطائرات الضخمة المحملة بالأسلحة، ومع هذا هي تمارس النفاق تجاه هذا. لماذا هي تفعل هذا؟ هي تريد أن تخلق حالة من توازن الرعب، أو حالة من التوازن بين الطرفين، وربما يكون هذا تمهيد أيضا ما إن يصبح الطرفين قويين كفاية، وما إن سيكون الصدام بينهما معقد ويحتاج فعلا إلى مراقبة حتى يطرحون علينا القبعات الزرق التي ما إن تدخل مكان حتى تبقى فيه لمئات السنين وتنشر فيه كل المبيقات التي يمكن أن تخطر على بال. وبالتالي يمكن أن يكون هذا أيضا، هذا طبعا كل ضمن الخطة الأمريكية. هذا التركي مجرد بيدق، هذا التركي مجرد مسدس للإيجار أو الرجل الكلبين كما قلت، ولكن كل هذا هو يأتي من الولايات المتحدة الأمريكية. هي تريد فعلا أن تخلق في تلك المنطقة حيث ميليشيات مصرات الآن منطقة وزن رعب، وبحيث عندما يصل العالم إلى أن أي صدام بين الطرفين سيكون صدام أشبه بالصدام الدولتي الخطير، خاصة وأنه قريب من مواقع النفط، هنا من الممكن أن تستخدم هذه النقطة كوسيلة ضغط على الليبيين للقبول بقوات حفظ سلام بين الطرفين. طيب، إذا أنت تعتقد أن هناك خط أحمر أمريكي أيضا ساهم في وضع أو لجم أردوغان عند حد معين، لكن كيف تفسر لغة خطاب البيانات الصادرة عن السفارة الأمريكية أو عن وزارة الخارجية الأمريكية التي قرأ فيها البعض بأنها ربما دعم غير مباشر لأردوغان؟ في النهاية هي لا تتحدث عن المرتزقة السوريين والإرهابيين، وتتحدث عن خطر آخر لا دليل على وجوده. شوف، في ظني أن السياسة الأمريكية لا زالت غامضة في ليبيا. المؤكد أن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تقود كل هذا الذي يجري على ليبيا، وزي ما قلت لك المؤكد أنه لولا الولايات المتحدة الأمريكية لكان هذا المجنون دخل إلى سرت ودخل إلى جفرة. ما الذي يمنعه؟ عنده طائرات مسيرة يرسلها بالمئات، استطاعت فعلا أن تدمينا، واستطاعت فعلا أن تؤثر فينا بشكل خطير. لديه بوارج حربية، 7 بوارج حربية تقصف الجيش من البحر في حالة من عدم التوازن المرعب والمروع الذي يجب ألا يسمح به العالم، كل العالم، حتى هذا الفرنسي الذي ظهر يصرخ اليوم، أو ذلك الروسي. أنتم وين كنتوا لما كان العالم أو أردوغان يدعم الميلادي ويدعم العمو ويدعم القصب ويدعم فلان وعلان وعصابات الجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية التي تشكون وتبكون منها مر الشكوى؟ أين كنتم؟ لماذا الآن؟ لماذا عندما وقف أردوغان عند مكان معين وكأنكم فعلا حقق لكم أردوغان كل ما تريدون؟ وبالتالي أنا أرى ما فعله أردوغان هو إعادة استنساخ لما جرى في 2011. يعني في 2011 احتاجوا لأربعين دولة واحتاجوا لأربعين ألف غارة، لأن قوة الدولة وقوة الجيش في ذلك اليوم كانت تختلف. الآن هم احتاجوا لواحد منهم فقط، بينما وقف 39 الآخرين يصفقون له من خلف الستار، لأنهم جميعا يحقق لهم أردوغان المصلحة، ولو في إقامة الحكومة الهجينة على طريقة الحكومة اللبنانية والعراقية التي يستطيعون أن يتدخلوا متى ما شاءوا في خلافاتها. طيب. ويحققوا من خلالهم من خلال هذه الخلافات ومن خلال الصراعات ومن خلال التبعية التي
ستكون لكل طرف لأطراف أجنبية ليحققوا كل مصالحهم. وبالتالي في ظني أن هذه مؤامرة عالمية. كل هذا البكاء وكل هذه الدموع التي تدرفها الروس الخونة الذين أشد من خان الجيش الليبي وأشد من تسبب في كل هذه التطورات الدرامية وبتعامل استراتيجي مباشر مع أردوغان نفسه، من أعطى الأوامر المبكرة لأردوغان قبل حتى الأمريكان هم الروس، ولكن دخل الروس بعد ذلك وخطف الطاسة من رأس المعون واستطاعوا أن يأخذوا كل شيء. ولكن هذا العالم في ظني أنه تآمر. أرجو أن يكون هناك جزء في, 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 في الكوب المليء نستطيع أن نقول لعل في هذا خير. طيب. لعل العالم وجد بأنه لابد أن يجلس الطرفين. طيب. لكن بإعادة قراءة المشهد أيضا قبل أن نتحدث عن جلوس الطرفين على طاولة مفاوضات محتملة وأي التسوية قادمة، لكن قبل قليل كنا نتحدث عن الخطوط الحمراء. بالتأكيد لا يمكن أن نتجاوز تضحيات الجسام التي بذلتها القوات المسلحة وهي التي ردت ميليشيات قادمة من مصراتة موالية لتركيا أكثر من مرة وهي تحاول الهروب قبل أن يتدخل أحد من المجتمع الدولي. الجيش تم الغدر به، الجيش دفع أثمان فادحة وكبيرة وهو ليس له من من من, من هدف إلا أن يستعيد سيادته وهيبة بلاده وأن يعيد الاستقرار إلى وطنه وأن يفتح الباب باب حقيقي أمام مشاركة الليبيين جميعا في إنتاج نظامهم السياسي الذي يتطلعون إليه. طيب. ولكن للأسف الشديد كان الخطر الخارجي أكبر وأدهى وأمر. الدور المصري أيضا لا يمكن إنكاره، أليس كذلك؟ خاصة أنه خطاب واحد من الرئيس المصري غير كثيرا في المعادلة السياسية والمعادلة على الأرض كذلك يقول الكثيرين. هل تتفق مع هؤلاء؟ هو هذا المتوقع طبعا، ولكن لبالغ الأسف أردوغان وقف قبل أن يظهر السيسي. السيسي يحتاج إلى وقت حتى يتحضر ويظهر، وعندها كان أردوغان فعلا قد وقف وتسمر عند خط معين وهو الخط الذي أمر به أمريكيا. في نفس الوقت أنا أرى أيضا أن علاقتنا بمصر العميقة والكبيرة كانت تقتضي تحرك مصري منذ أن كان الجيش يقتل في 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 لوطيا وفي غيرها، ومنذ لحظة مشكلة غريان كان عليه أن يتدخل إن كان فعلا يريد أن يحمي جواره. ولكن للأسف الشديد الكل يتلقى تعليمات خارجية. ليبيا قطعة دولية عزيزة على القوى الغربية، ممنوع أي واحد يحط عليها صبعة إلا بأوامر وإلا بالقيام بدور محدود ومحدد. علينا أن نفهم هذا كليبيين جيدا، وإلا لكانت بلادنا في ظل هذا الضياع رأخذوها طرف طرف، راك لقيت برقة ولا لقيت فزان ولا لقيت طرابلس، كل واحد من جهة تقدم حدوده وشنو اللي عندنا احنا باش بنردوا بيه عليهم. وبالتالي في ظني أن العالم هو الذي يحمي ليبيا، ولكنه ينتظر حتى يسلمها إلى نظامها السياسي النهائي. لابد أن يكون قد تعرف على مصالحه بشكل جيد، ولابد أن يكون قد أبرم اتفاقات فيما بينه أو في بعضهم بين بعضهم بعض على طبيعة هذه المصالح. لكن التدخل العربي الذي دخل أيضا على خط الأزمة الليبية، الكثير يقول أنه لم يتدخل من البداية، خاصة أن الحرب كانت بين تنظيمات إرهابية محلية وبين الجيش. الآن الصورة مختلفة، عدوان مباشر من تركيا يتطلب تضافر الجهود العربية لرد هذا العدوان. لكن اسمح لي أن أنتقل الآن للأستاذة وفاء الشاذلي المحامية والحقوقية. أستاذة وفاء أهلا بك. أخي الكريم مرحبا بمشاهديك الكرام. توقعاتك استاذة وفاء للخطوط الحمراء التي وضعت على الأرض، الميليشيات الموالية لتركيا، أنقرة، هل ستقبل بها أم ستحاول تجاوزها؟ أنقرة، من هي أنقرة حتى تقبل أو لا تقبل؟ اللعبة كلها بيد أمريكا في ليبيا. هناك قوى متصارعة على الأرض الليبية. تركيا هي مجرد بيدق فقط. من هو أردوغان حتى يقبل؟ وعن أي خطوط حمراء نتحدث؟ أمريكا هي من وراء إرسال المرتزقة، ومن هو جيش داعش بسوريا وجبهة النصرة، كلهم كونتهم أمريكا منذ 2011 و2012، ابتدأت بجبهة النصرة ثم كونت هذه التنظيم داعش، ثم بعد أن أنهت مهامهم في إدلب بدأت ب تحويلهم إلى ليبيا لمهام جديدة في المنطقة. وليس ليبيا فقط، ليبيا وتونس والجزائر وخط الساحل والصحراء، ما زال هذا الجيش من المرتزقة ومن الدواعش له مهام قادمة في كامل المنطقة، لأن الهدف هو زعزعة استقرار المنطقة حتى يتمكن الأمريكي، لأن أمريكا تريد قطع الدابر المستعمرين القدم
من الإمبراطورية الفرنسية والإيطالية وتريد أن تتمركز هي في هذه المنطقة. حتى بالنسبة للوطية رأينا أن هناك مهندسين عسكريين قدموا إلى الوطية وقاموا بعملية تفقد لاستعمالها في قادم الأيام. لأجل ماذا؟ لأجل تنفيذ وإنفاذ مشروع أمريكا في منطقة شمال إفريقيا، ولتكون لها معناها عين على كامل إفريقيا وعلى الشرق الأوسط. ولا ننسى أن هناك ثروة ضخمة في شرق المتوسط، ولا يمكن لتركيا أن تكون هي صاحبة هذا النصيب. هي تعمل كبيدق لسيدتها أمريكا، وهناك كذلك الدب الروسي الذي عينه كذلك على هذه المنطقة. اليوم هناك مصالح متقاطعة، هناك كذلك تشابك للمصلحة الروسية والمصلحة الأمريكية. هناك إمبراطوريتين اليوم تريدان التمركز في منطقتنا. ورأينا كيف أن يعني فرنسا عبرت بصراحة وقالت أن تركيا تستعمل مقدرات وإمكانيات حلف الناتو في حربها ضد الجيش الليبي في ليبيا. الجيش العربي الليبي هو لم يحارب فقط المرتزقة السوريين، لا، هو حارب إمكانيات ضخمة لحلف الناتو، لنكون واضحين. ولذلك عندما نتحدث عن خطوط حمراء أنا أراها هي مجرد يعني سيناريو من جملة السيناريوهات المطروحة والتي تنفذ بكل دقة في ليبيا، ليس أكثر. عندما تقول لا يمكن تخطي منطقة سرت والجفرة لأن العم سام لا يريد ذلك، عندما قرر أن يكون هناك تناحرا ما بين الميليشيات، هناك ميليشيات الردع المعروفة لمن ولاؤها للعم سام، ولذلك لا يمكن المس بهذه الميليشيا. وباقي وهناك ميليشيات أخرى أمرت أمريكا بتفكيكها. يعني اللعبة واضحة، لا يمكن أن نقول أن أمريكا دورها غامض، ليس غامضا. هي أمريكا عرت عن وجهها الحقيقي، هي تقوم بعمليات شد وجذب في سياستها في ليبيا. وأرى أن الكل حتى الدول المتداخلة اليوم حتى عربيا هي كلها تأخذ الضوء الأخضر من العم سام، لا أكثر ولا أقل. لنكون واضحين، حينما أبرم أردوغان اتفاقيته الفظيعة والفضيحة مع فايز السراج، مصر كان من الأجدر وقتها أن تتدخل، لأن هناك قانونا دوليا يحمي تدخلها، نسميه بالفرنسية droit de poursuite، قانون الملاحقة، من حقها أن تلاحق الجماعات الإرهابية التي تتمركز على حدودها. هي مسألة أمن قومي، ولذلك الجيش العربي الليبي اليوم من حقه أن يبرم أي تحالفات تمكنه من 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 فض هذا النزاع، لأنه أصبح الأمر واضح. هناك مخطط خبيث جدا يأتينا من وراء البحار بسبب التنفيذ في ليبيا. اليوم الجيش العربي الليبي يمثل المقاومة، يمثل الكفاح المسلح. الجيش العربي الليبي معروف دوره منذ 2014 عندما جمع شتات الجيش، وعرف أن هناك مخطط داعشي بدأ من درنة وبنغازي للقضاء على يعني الكفاءات والخبرات العسكرية للنظام السابق للبدافي، وخبرات يعني من أرقى ما يكون، وقع يعني اغتيالها وتصفيتها، لأن المخطط كان واضحا. لا يريدون لليبيا بجيش موحد منظم يمثل خط الدولة وشق الدولة الوطنية ومن شأنه أن يكون دولة مدنية، لأن هذا المخطط يسير بكل ثبات منذ أعوام، ويعرفون جيدا ماذا يريدون. ولذلك أنا إذا كنت يعني أنصح الليبيين اليوم، لا تستسلموا ولا تهادنوا ولا تفاوضوا.
طيب كل على سيرة المفاوضات يا أستاذة. أستاذة وفاء الشاذلي اسمحي لي فقط بعد قليل سوف نتحدث عنها، لكن أريد أن أخذ وجهة نظرك أيضا يا أستاذ عز الدين عقيل. قبل قليل تحدثت الأستاذة وفاء الشاذلي عن موقف باريس. باريس صمتت طيلة أشهر عن عمليات نقل المرتزقة والإرهابيين إلى ليبيا عبر تركيا، لكنها الآن تتحرك بفاعلية وتصعد خطابها ضد الأتراك. في أي إطار تضع الموقف الفرنسي أستاذ عز الدين؟ هي سياسة انتهازية من طراز بالغ الندالة. هي انتظرت أردوغان حتى ينجز لها المهمة، حتى يحمي لها حكومة الوفاق. هي تعرف تماما أنه كان يستخدم قدرات فضائية كبيرة وقدرات كودية للناتو، مع هذا سكتت. متى قالت هذا؟ قالت هذا عندما وصل أردوغان إلى سرت. وبالتالي في ظني كما قلت أن كل العالم هو مع هذه الخطوة، كل العالم يسعى ويريد للوصول إلى الحكومة الهجينة. الحكومة الهجينة تحتاج إلى طرفين، يعني الحسم ليس في صالحهم، لا من جانب الميليشيات لأن البلاد ستغرق في الفوضى بشكل كامل، ولا من جانب الجيش لأن الجيش سوف يهيئ الظروف لإنتاج نظام سياسي ستعود قوة المكون الوطني في صناعة القرار السياسي فيه إلى 70-80% كما كانت في الدولة السابقة، وهذا لا يناسبهم أبدا. هم لم يسقطوا معمر القدافي لأنهم معمر القدافي، هم أسقطوه لأن كان هناك نسبة عالية من صناعة القرار الوطني في يد الدولة الليبية، وهذا أصبح ممنوعا في أزمنة متأخرة من هذا القرن العشرين. وبالتالي فرنسا فعلا كانت لئيمة. أنا أستغرب جدا لما أرى هذا الرئيس الفرنسي وهو يلطم، أين كنت عندما كانت الوطية تقصف ببوارج حربية من قبالة زوارة وقبالة صبراتة وقبالة صرمان والزاوية؟ أين كنت؟ في غيبوبة؟ كنت لا تدري ما هذا الذي يجري؟ فبالتالي ما يجب ألا ينطلي علينا هذا الذي يحصل. علينا أن نعرف تماما أنهم جميعا مع هذه الحكومة الهجينة التي سنتعذب بها أشد العذاب في مرحلة. هذا هو السيناريو المعد الآن، حكومة هجينة ضعيفة، دولة مستباحة من قبل الغرب. هذا هو النموذج الذي يريدوننا أن نصل إليه. لكن قبل ذلك الحديث عن مفاوضات أو عن تسويات على أي قاعدة؟ في السابق كنا نتحدث ونتساءل كيف يمكن أن يجلس الليبيون جيشا وشعبا وبرلمانا والطرف الآخر إخوان مسلمين وجماعة ليبيا مقاتلة ومتطرفين. الآن ذات السؤال، لكن كيف يمكن أن نتوقع أي مفاوضات طرفها الآخر هم الأتراك بصورة مباشرة يا أستاذ عز الدين؟ شوف أخي أحمد، شرعية هذا السؤال وأهميته القصوى تكمن في اختلاف وضع الفلسفة السياسية التي عرفتها النزاعات المسلحة بالنسبة إلى الحالة الليبية. الحالة الليبية باقتدار أول دولة يسقطها سقوطا حرا مجلس الأمن الدولي الذي يفترض فيه أنه مجلس للسلم والأمن الدوليين، وبتواطؤ من الدول الخمسة. الصين كان المقابل أن يسكتوا على اختلال الميزان التجاري في ذلك الوقت في العام 2011 ما بينها وما بين الولايات المتحدة، واللي جاء ترامب الآن بعد مخدوم منهم اللي يبوه معذبهم أشد العذاب عليه. يعني وكيف في تلك الفترة نعطيك نحاول أن أمارس الحول على اختلال الميزان التجاري بين الولايات المتحدة والصين لصالح الصين، ولكن اليوم نطلع من جلدك ثالث ومثلث بعد ما حصلت اللي خديتها. روسيا أعطيت عبارة شهيرة تقدمها الولايات المتحدة لتقديم دعوم اقتصادية اسمها الدولة الأولى بالرعاية. هيلاري كلينتون في كتابها خيارات صعبة لمحت إلى هذا بكل وضوح، لم تكن خجلة بل كانت تحتفي ربما بهذا الذي حققته الدبلوماسية الأمريكية في ذلك الوقت. وبالتالي كل النزاعات المسلحة التي شهدها العالم هي من نوعين، نوع نادر ونوع شائع. النوع الشائع هو ذلك النوع الذي تكون هناك إثنية أو طائفة مهيمنة تهيمن على الدولة بشكل كامل، على مناصب الجيش، الشرطة، على الاقتصاد، على كل شيء، وفي لحظة معينة تقوم الطوائف والإثنيات المغبونة والمحتقرة بحمل السلاح ضد هذه الإثنية الرئيسة أو الإثنية المهيمنة. هنا لابد من الجلوس، لابد من حل سياسي، لابد من الجلوس على مائدة التفاوض من أجل الوصول إلى اتفاق سياسي يصيغ دولة تقوم على المواطنة والعلمانية بعيدا عن سمو الجين وبعيدا عن سمو الدين أو المذهب لطرف من الأطراف. النوع الآخر هو الجماعات الثورية، وهذا نوع أقل انتشارا، وهذا أشهر دليل، أشهر مثال له هي كولومبيا. حركة فارك هي حركة يسارية تقدمت إلى الدولة التي كانت تحكمها
سلطات ونظام يميني قالت لهم نبي نؤسس حزب على أساس أو على قيم يسارية، حاربوهم وقتلوهم، تحولوا إلى حركة ثورية مسلحة، احتلوا نصف البلاد، قتلوا أكثر من 6 مليون كولومبي. والآن عندما جاء الرئيس سانتوس وطرح موضوع التعددية الحزبية، عادوا وأنشأوا حزبا وسلموا أسلحتهم والأسلحة فككت ونزعت وعادوا طبيعيين. في ليبيا هذا لا يوجد. في ليبيا الفلسفة السياسية التي تنطبق على هاتين الحالتين المعروفتين عالميتين ما هيش موجودة، إلى درجة أنهم الآن مركزين بشكل كبير على موضوع القبائل. القبائل في ليبيا هي قبائل مهمشة من الناحية الهرمية، ما عندناش شيخ قبيلة أو ما عندناش نظام هرمي زي اللي موجود في اليمن أو الموجود في الأردن أو الموجود في السعودية أو حتى في صعيد مصر أو في بعض مناطقها. لا يوجد. القبيلة هي عبارة عن ربما علاقة جين وربما مجموعة من الناس اللي يسكنوا في منطقة واحدة ويقولوا هذا وطننا، يعتبرون الأرض هذه هي التي وجدوا عليها. حتى أن علق مرة تعليق لطيف السيد غسان سلامة، قال لما يجيني شيخ قبيلة من قبيلة من القبائل شيخ مزبعر نسلم عليه ونفرح به ونقول له هو شيخ ممثل القبيلة الفلانية، فجأة يوم يجيني شيخ تاني يقول لي هذا راهو حاشا السامعين كذاب ما عندهش علاقة بالموضوع وأنا الشيخ الأبرز أو الأكبر. في ليبيا القبيلة ليس لها ذلك النفوذ أو تلك الأهمية الكبرى. القبيلة هي الشعب، القبيلة هي عبارة عن محتوى اجتماعي. الآن يحاولون أثننة أو تطييف المجتمع الليبي من خلال اللعب على أن هناك قبيلة وأن القبائل لها حقوق وأن ربما تكون خلافات بين بعضها البعض، لأن فعلا لم يجدوا طريقة أو وسيلة يجعلوا فيها من النزاع الليبي نزاع سياسي. النزاع الليبي نزاع أمني باقتدار. إغناوة ما عنداش قضية سياسية، التجولي ما عنداش قضية سياسية، بينما أمراء الحرب في الدول التي شهدت نزاعات مسلحة لأسباب طائفية أو إثنية زي مثلا الرئيس علي عزت بيغوفيتش الذي كان يمثل البوسنيين أو زي جنبولات الذي كان يمثل الدروز، هؤلاء قادة الطوائف كانت لهم قضايا سياسية وكان أيضا لهم القدرة على تفكيك الميليشيات اللي عندهم. بالتالي عندما تقيم أنت مؤتمر زي الطائف أو مؤتمر زي دايتون على طول بتجيب زعماء طوائف زعماء سياسيين مزبعرين وعندهم هذه الميليشيات متاعهم. أما إحنا عندك اللي صاير في غرب البلاد الآن أو حتى اللي كان صاير في ليبيا كلها قبل ظهور الجيش هو تحالف ما بين السياسي الصدفة اللي جاي من جمعية تبيع في العلفة واللي جاي مش عارف منين واللي جاي من كان سايق وطانطة مع احترامنا للجميع، ولكن للأسف الشديد هذه هي الخلفيات. تحالفوا مع أمراء حرب جلهم له سوابق جنائية، جلهم جاء عدد كبير منهم قادم من مناطق كان يمارس فيها الإرهاب والتطرف، وصار هذا التحالف المنفصل هو الأساس والأصل في حكم ليبيا. وبالتالي كتبت الإيكونومست قبل يومين، والإيكونومست معروفة بقربها من 10 داونينج ستريت ومعروفة بقربها أيضا من المخابرات البريطانية، كتبت بكل وضوح بأن فايز السراج لا يحكم خارج أسوار مكتبه. هذه الإيكونومست الإنجليزية، مش قالها أحمد القماطي ولا قالها عز الدين عقيل. وفي الحديث في باقي المقال هناك قول أن السراج يأخذ بعض الأشخاص اللي يجوه ليتحدث معهم في مواضيع يرى أنها سرية أو يريد أن يحتفظ بسريتها يطلع بهم فوق الحيط، فوق المؤسسة، فوق مجلس الوزراء من فوق. طيب. لأنه لديه اعتقاد بأن تم تأجيز التنصت منشورة داخل المكتب. طيب إذا المشكلة يعني حتى لما كانت ليبيا ليبيا يا أستاذ عز الدين كانت عميقة وصعبة لأسباب شرحتها قبل قليل، لكن الآن المشكلة تعمقت أكبر، بمعنى أنه لدينا رقعة جغرافية معينة هي محتلة بصورة مباشرة من الأتراك. اليوم الرئيس التركي يستدعي محافظ المصرف المركزي الليبي الصديق الكبير، وأيضا السفير التركي يستدعي رئيس شركة الكهرباء في طرابلس، وهناك سيطرة أو قبض على مقابض الاقتصاد والسياسة في بعض المناطق من بينها العاصمة طرابلس. لذلك سألتك أنه أي مفاوضات نحن سنذهب إليها هل نتوقع أن نرى فيها شاويش أوغلو وأردوغان مباشرة؟ لا، شوف أخي أحمد، علينا ألا نحمل الأمور أكثر من مما تحتمل. قبل قليل أكدت أيضا الأستاذة وفاء أن أردوغان هذا مجرد بيدق. أنت تعرف علاش منادين هذا الصديق الكبير إلى أردوغان؟ حتى يوصل له رسالة من الأمريكان. واضح أن الأمريكان يبوا القيادة من الخلف، عجبتهم الفكرة هذه الفكرة قاموا بها في 2011، اخترعها أوباما لما وجد بأن الناتو كاد أن ينهار وغير قادر على الاستمرار، لأن الولايات المتحدة الأمريكية قالت لهم أنت تعرف الناتو هو ممكن يتحول إلى تحالفات صغرى داخل تكوينه العام،
يعني الناتو مش شرط تشارك في كل الدول، مثلا اذا كان تحكي على شمال افريقيا من ممكن الدول الاوروبيه تستخدم قدرات للناتو هي تنفق عليها من مالها الخاص في سبيل تحقيق اهداف هي اقرب الى مصالحها، خاصه بعد ما جاء ترامب اصبح الموضوع هذا اكثر تعقيدا واصعب. فقصه القياده من الخلف، الولايات المتحده هي التي تقود من الخلف الان. لماذا لا تريد ان تظهر في الصوره على اي نحو كان؟ لا ادري، هو هي الاستراتيجيه في الاساس لترامب، وهي استراتيجية تجار، استراتيجية رجال أعمال، اللي هي أنه لا يريد التحالفات العامة. لأن التحالفات الكبيرة مع أكثر من دولة هذه تلزمك أحياناً بالتزامات أنت لا تريد أن تلتزم بها، وبالتالي هو الآن يقوم بالثنائيات، كل دولة يقوم معها بتحالف استراتيجي ومش كامل حول قضية من القضايا. يعني تركيا لديها خلافات مع الولايات المتحدة الأمريكية في العراق، لديها في سوريا، لديها حول الأكراد، لديها في أكثر من لديها حول موضوع العلاقات العسكرية مع موسكو، ولكن هو مع القضية الليبية هو يرى أن أردوغان هو الحليف الاستراتيجي، رجل أعمال يشغل في صبيان، الصبي هذا ينفع للقضية هذه والصبي هذا ينفع للقضية الثانية. رغم أن الكثير يتحدث أنه واشنطن الآن أو الإدارة الأمريكية مشغولة بالانتخابات التي نبعد عنها ربما 4 أشهر فقط، هي في مرحلة البطة العرجاء، لذلك يتوقع الكثيرين أنه على الأقل في مساحة كبيرة يتحرك فيها أردوغان بعيدا عن مشغليه الأمريكيين كما تقول الآن. وأيضا في من يتحدث أنه على الأقل البوارج الحربية التركية قصفت الليبيين، الطائرات التركية قصفت الليبيين، وربما الآن أردوغان يريد أن يقبض ثمن ما قام به مالا ومحاولة لإنقاذ اقتصاده المتهاوي، فرضية قائمة برأيك أيضا؟ نعم، شوف أخي أحمد، ليبيا لازالت حالة استخباراتية. الملف الليبي حتى الآن لا يوجد على أي مكتب أي رئيس دولة ضمن الملفات التي يتم التعاطي مع الدول فيها. ليبيا يتعاطى معها الآن كحالة استخباراتية، كل الملفات والتقارير التي تأتي إلى الرؤساء حول ليبيا هي ملفات استخباراتية، كل الدول لم تحسم أمرها بعد، ربما الآن بعد أن أجبرتهم الولايات المتحدة بما اتخذته من خطوات ربما بات على صراخ الجميع، الكل يريد أن يكون جزء من هذه العملية خوفا من أن تطير منها الهبرة. ولكن عمليا الولايات المتحدة الأمريكية ليبيا بالنسبة للولايات المتحدة لا توجد على طاولة ترامب. ترامب لديه انشغالات أخرى كثيرة، ربما حتى الملف بعد الملف رقم 40، ولكن تمت مخابرات أمريكية، تمت قسم داخل المخابرات الأمريكية دولة عميقة بالشرق الأوسط، وتمت قسم أصغر فيه يهتم بليبيا، تمت مؤسسات أخرى تتابع الأمر، مؤسسات ثينك تانك تحاول أن تقيم وتحاول أن تقدم التوصيات. الجيش الأمريكي أيضا من خلال أفريكوم، أفريكوم هي مختصة في الدول الأفريقية، تمت انشغال واهتمام كبير بما يجري في ليبيا، وبالتالي ليبيا لا زالت كما قلت هي حالة استخباراتية عسكرية أمنية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. وهذا الموضوع ماشي على حالة ما عندهاش علاقة بالانتخابات، يعني يستطيع ترامب، هذه دولة كبيرة، هذه آلة جهنمية تعمل بتوزيع التخصصات وتعمل بتعارض المصالح، وبالتالي بإمكانه أن ينشغل بانتخاباته وأن ينشغل بملفات اللي فيها العلاقة مع الدول اللي تحتاج أن تأخذ الرئيس، بينما يترك ليبيا اللي هي عبارة عن ميليشيات وعبارة عن عصابات. لكن الغريب أنه أردوغان عندما جاء لغزو ليبيا رفع شعارات إسلامية، هو يتحدث عن حماية مليون ليبي من أصول تركية، يتحدث عن إعادة الخلافة العثمانية الإسلامية، مع ذلك أنت تؤكد أنه يعمل لحساب مشغليه الأمريكيين بعيدا عن هذه الشعارات. لكن اسمح لي فقط أن أعود للأستاذة وفاء الشاذلي مجددا. أستاذة وفاء، عندي إجابة على هذا لو شئت، يعني إجابة طيب مهمة. طيب طيب باختصار تفضل. شوف يا أحمد، الواحد زي أردوغان ما يطلعش من المولد بلا حمص، هو متفق. هو لماذا جاب أصلا الرئيس الأمريكي؟ يعني أردوغان هو عيل يمصف صبعة يقول له زود خش لليبيا وحارب وادفع فلوس ودير، هو يريد أن يحمل الورقة، ورقة الترسيم البحري، لأن هي اللي بموجبها اليوم قاعد يحفر ويدور في شرق المتوسط في كنز علي بابا اللي يقدر بأكثر من 300 تريليون متر مكعب من الغاز. تركيا تدفع في 50 مليار دولار سنويا تشري بهم في الطاقة، الآن وجد مغارة علي بابا 300 تريليون، الوثيقة الوحيدة اللي عنده اللي تسمح له بالحفر
شئنا أم أبينا بنظام البلطجة هو حولها على الأمم المتحدة، ويعتقد أنها وثيقة قانونية. الآن جايب سفن حفارات مسفنة ويحفر ويدور، وربما عن قريب نشوفه دار بلاتفورمز لهذه الحقول. هو قالها بكل وضوح بأن صمود هذا الاتفاق من صمود حكومة الوفاق. ترامب لعب مع هذه اللعبة. أنت يا أردوغان مش تبي تحمي الورقة بتاعك اللي هي مربوطة بالحكومة، تعال تفضل وقوم بواجبك. أيضا أردوغان باعتباره شخصية بروبوغاندية بالتأكيد هو اتفق مع الأمريكان، قالهم يا أخي أعطيني هامش حديد شوية نتكلم شعبي، حتى لا يروا بأني مجرد مسدس للإيجار، حتى يروا بأني فعلا أصبحت دولة قوية أستطيع أن أتمدد في الخارج ويمكن لجيشي أن يوجد بأماكن أخرى. والولايات المتحدة الأمريكية الأمريكي عموما حتى من خلال عملنا معهم يهمهم النتائج، الإنجليزي يهم التفاصيل، فالأمريكي يهم النتائج. طالما أنت حققت لي نيشن نبي، أعطيتك هومورك معين وأنت قمت بي عليك من وجه، روحوا فتفت زي ما تبي. طيب. القدافي كان يسب فيهم وكان من وراء الكواليس يجلسهم ويتحدث معهم، وهم معروفين ومشهورين بهذا. وبالتالي الآن أردوغان في ظل الصمت الأمريكي، سياسة سرية ماشية، صمت أمريكي، وأعطي الحديث لأردوغان، خاصة وأن ما يقوله أردوغان ربما يشارك بطريقة أو يساهم بطريقة أو بأخرى في تحقيق الأهداف الأمريكية، لأن اللي يقول فيه كلام خطير هذا يشكل أيضا ضغط على الجيش، يشكل أيضا ضغط على القوى الوطنية، يشكل أيضا ضغط على أطراف أخرى داخل الدولة، يشكل ضغطا على أطراف إقليمية. وبالتالي هذه اللغة أو هذا الخطاب الذي تركته له الولايات المتحدة الأمريكية للتعبير عما يفعله ربما هو جزء من مسلسل الضغط الممارس من أجل الوصول إلى ما يبدو أن الولايات المتحدة تسعى إليه، وهو إجلاس الطرفين على مائدة التفاوض. طيب، من أجل إجلاس حكومة هجينة، جميع الأطراف على طاولة أو مائدة المفاوضات. أستاذ وفاء الشاذلي، يعود إليك، هناك دعوات إذن بعد فرض وقف إطلاق النار إلى الوصول إلى تسوية عبر مفاوضات وطاولة حوار. كيف تتصورين شكل أي طاولة للحوار في ليبيا بعد دخول الأتراك إلى البلاد؟ نعم، بين من ومن هذا الحوار؟ بين الأتراك كلاعب أساسي، بين الميليشيات. صحيح أن هناك ميليشيات يقع الآن تفكيكها، ووقع حتى الاتفاق بين جويلي وبين بشار على تفكيك مثلا ميليشيات الكيكلي، غنيوة الكيكلي، لكن كلنا يتذكر ما وقع في ذلك الانقلاب على الصندوق على الشرعية حين وقع يعني تقرير إجراء حوار. من هؤلاء الذين سيتحاورون؟ هذا الإشكال. هل هو فايز السراج الذي سيقوم بحوار وهو يعني حكومة عصابات يمثل حكومة ميليشيات، أم الأتراك، أم سنجد يعني الأتراك من يتحكمون في هذه المفاوضات وهذا الحوار؟ المشكل هنا عندما نتحدث عن طاولة حوار، نعم جميل، كلنا يريد الحل السياسي وكلنا يريد يعني إنهاء الحرب والرجوع لطاولة المفاوضات، لكن المفاوضات هل هي بين الليبيين؟ هل سيكون حوارا ليبيا ليبيا؟ لا قطعا لن يكون حوارا ليبيا ليبيا، لأن الدولة الليبية وقع تفكيكها منذ 2011، ولا نجد اليوم مع من سيتحاور. نقول الجيش الليبي، فعلا كل العالم يعترف بهذا الجيش النظامي، جيش ليبيا، وهو الممثل يعني العسكري لليبيا، ولكن من الذي سيتفاوض مع هذا الجيش؟ هل سيتفاوض فايز السراج الذي باع بلاده للأتراك بمقتضى اتفاقية العار؟ من سيتفاوض؟ هل سيأتي أردوغان ويتفاوض على طاولة الحوار وكأنه يعني باعتباره هو المحتل يعني في خرق للمواثيق الدولية ولميثاق الأمم المتحدة بخصوص حق الشعوب في تقرير المصير؟ أي تقرير مصير؟ لا وجود لتقرير مصير. لنكون واضحين، لا يمكن الحديث عن حوار. هناك دول تريد أن تضع، كل واحد يضع الماريونات، يضع الدمية على طاولة الحوار، وهم من يقررون، لأن في الحقيقة المخطط موجود والقرارات هي موجودة في أدراج الولايات المتحدة الأمريكية، هي تعرف كل خطوة ماذا سيقع فيها. ولذلك مجرد عندما نتحدث عن حوار ما نرجع إلى ما وقع في الصخيرات، هي قررت وقتها
انه يقع الانقلاب على الصندوق، ولا يمكن بالنسبه لها ان يخرج الاخوان المسلمين من الحكم، باعتبار ان الشعب الليبي لم يعطي الحكم بالصندوق لهؤلاء، ولذلك تقرر ارجاعهم الى واجهه العمل السياسي والى حكم الغرب الليبي. ولا أدري بين من ومن هذا الشعب. لكن أنت بصورة عامة يعني تتوقعين أنه هذه الطاولة شكلها طرف فيها الجيش، الشعب، التيار الوطني، التيار المدني، مجلس النواب، الطرف الآخر الإخوانجية، عناصر القاعدة والأتراك، لذلك أنت تعتقدين أنه لا مناص من مواصلة المقاومة ضد الاحتلال التركي وعدم الرضوخ لهذه المطالبات؟ عن حل سياسي في ظل ما يقع اليوم، واللاعبين الأساسيين اليوم هم الميليشيات والعصابات، وهذا الميليشياوي يعني كان عنده كتيبة ثم أصبح وزيرا للداخلية المسمى لا أدري الباشاغة، كلهم تاريخهم ميليشياوي وعصابات، وأتوا بالدمية السراج ليكون يعني رئيس لحكومة هذه الحكومة، حكومة الفرقاطة التي تفتقد لكل شرعية، هي أصلا ما بني على باطل فهو باطل. كيف يعني لهنا لحكومة ليس لديها أي شرعية من الشعب الليبي ومن مجلس النواب الذي يمثل الشعب الليبي، كيف لها أن تكون اليوم هي حكومة المفاوضات؟ هذا الإشكال. الإشكال اليوم أنه هناك دول متصارعة لها مخططها، لها قراراتها، حتى سمعنا كلنا يعرف تصريحات ستيفاني ويليامز المبعوثة الأممية، تصريحاتها الأخيرة كانت واضحة عن تقسيم ليبيا، قالت لا وجود لحل ولا مناص من 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 تقسيم ليبيا، يعني هم اتخذوا هذا القرار. أنا عارف ما كنت تستمعين إليه، لكن أنت تعتقدين أنه تصريحات ستيفن ويليامز رئيسة البعثة الأممية بالإنابة قبل أيام وحديثها عن أن التقسيم أمر واقع، أمر لا يجب أن يمر مرور الكرام، وتعتقدين أنه ترجمة لمؤامرات دولية تحاك في الكواليس للوصول إلى هذا الهدف؟ لأن المخطط كان واضحا منذ سنوات، حتى منذ 2011 هناك قرار وقع اتخاذه في المطابخ المظلمة بخصوص سايس بيكو 2، ومنها تقسيم ليبيا إلى أقاليم، وكل هذا المسرح الذي رأيناه وحلبة الصراع، والقرار موجود لديهم وعبرت عنه بكل برودة دم وبكل صراحة ستيفاني ويليامز مؤخرا، قالت يعني أرادت أن تقول أن بعد كل هذه المقاومة والحروب والشد والجذب وانسحب ولم تنسحب ودخول طرابلس والخروج منها، لكننا نحن أصحاب القرار بالأخير، نحن قررنا تقسيم ليبيا، ويعني ورينا للجميع كونه لا يمكن أن يكون هناك حل لا عسكريا ولا سياسيا، وممكن بعد هذا طاولة المفاوضات عملية مسرحية رخيصة من جديد، وليتفق الجميع على طاولة هذا يعني الحوار، كلهم يأخذون يعني الأوامر والتعليمات لتقسيم ليبيا، ويكون هذا الحوار مثل ما وقع في الصخيرات في 2015، وتكتسب معناها وتنبثق عنه حكومة، والحكومة فيها فيز السراج، وتبرم في سنة 2019 اتفاقية على يعني اتفاقية أمنية واتفاقية بحرية، كله مسطر سيدي الكريم. يعني أصبحنا نعيش يعني في الحقيقة أصبح الإنسان حتى أنه يحس أن هناك استهزاء بالعقل العربي، يعني استغفال للعقول، وأصبحنا نتفرج يعني نفتح التلفاز لنتفرج عن 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 دماء مسرحية تتحرك، وقائد هذه الدماء ومن يحركها من وراء الستار يعني له ورقة سيخرجها بعد تلك المسرحية، مسرحية العرائس، كأني بمسرح عرائس متحركة. نحن اليوم بعد أن رأينا هذا، هناك خطوط فعلا اليوم أرى أن الشعب الليبي ستكون له كلمة، لا يمكن للشعب الليبي أن يرضى بتقسيم بلاده، لا يمكن.
الكل، يعني هدايا هدايا وصلنا الى يعني الى المنتهى، يعني لا يمكن انه شعب اليوم يوافق ان يقع تقسيم بلاده بكل برود الدم. هل يعقل انه اللي ساكن في طرابلس ياخذ تاشيره سفر غدا الى بنغازي الى الشرق او الى الجنوب؟ نعم، هذا اللي يحبوا يوصلوا. حتى عملية قطع الكهرباء اليوم هي عملية ممنهجة لتجعل من المواطن الطرابلسي في مدينة طرابلس في الغرب الليبي أقصى طموحه اليوم يقول يقسموا يفعلون ما يريدون، نريد مولد كهربائي، نريد أن نتحصل على رواتبنا، نريد أن نعيش، يعني ليس البحبوحة، نعيش عيشة يعني محترمة يعني كبقية الشعوب. أقصى طموح المواطن اليوم ما عادش يفكر في السياسة، إنه يفكر إنه يكون عنده كهرباء. وهذا الأمر أيضا الكثير قال أو فهم أن محاولة مدبرة مخططة للضغط على طرابلس والمناطق الأخرى الواقعة تحت سيطرة الميليشيات الموالية لتركيا، بمعنى قطع الكهرباء حتى يطالب الشعب ب باخرة تركية على غرار فاطمة جول في لبنان. ومع ذلك حتى في لبنان هي لم تحل مشكلة الكهرباء هناك، فكيف يمكن لها أن تحل مشكلة الكهرباء في ليبيا؟ هو سبب اقتصادي بطبيعة الحال، الأتراك أيضا يريدون حصاد الأموال الليبية. لكن اسمحي لي أن مرة أخرى أعود للأستاذ عز الدين عقيل المحلل السياسي. أستاذ عز الدين، تصريحات غريبة لرئيسة البعثة الأممية بالإنابة ستيفاني ويليامز تتحدث وتطرح فيها موضوع التقسيم بأنه قد يكون أمر وارد إذا استفحلت الأزمة. هل يمكن اعتبار هذه التصريحات بأنها جست نبض للليبيين؟ وإن كانت كذلك لم ألحظ أي ردود فعل قوية شعبية ورسمية تندد بتصريحات صادرة عن البعثة الأممية التي يجب أن تكون تدعو للسلام بين الليبيين وليس إلى تقسيمهم. هي بالتأكيد بالون اختبار، ولكن في ظني أن هذه السيدة مهمشة جدا في هذه الأحداث ولا قيمة لها تذكر. في ظني أن حتى الولايات المتحدة الأمريكية عطلت مسألة تعيين مبعوث أممي لليبيا لأنها كانت تعد لتطبيق أو لتنفيذ هذا المشروع الذي تنفذه في ليبيا اليوم. هي تعرف تماما أن المبعوث ما كان سيأتي أمريكي، طالما أن ستيفاني أمريكية موجودة كنائبة لرئيس البعثة، بالتالي سيأتي من جنسية أخرى، وهي تعرف أن المبعوث الأممي سيتحدث بلغة الأمم المتحدة التي كانت ستستاجن وستهاجم بشكل كبير ما يقوم به أردوغان. وبالتالي هي عطلت ظهور مبعوث أممي جديد لليبيا، وطلبت من هذه الموظفة التي هي موظفة أمريكية وليست موظفة أممية أن تتوارى إلى الخلف، وأصبح السفير الأمريكي هو الذي احتل الأضواء وهو الذي بات يتحدث عن تبرير الغزو التركي. هو لم يبرر الغزو التركي أبدا، بانبرائه في كل مرة يقال له فيه بأن هناك غزو تركي يقول لا، هناك غزو روسي ومقاوم، وهذا الغزو التركي هو جاء تاليا، قال هذه أكثر من 100 مرة، بالإضافة إلى تهديده ذات مرة المباشر والصريح حين قيل له بأن هناك تقرير من الأفريكوم يقول بأن تمت 14 طائرة روسية حربية وصلت إلى الجيش. قال أخشى إذا ما استخدم الجيش هذه الطائرات، قال عندنا علم بها، ولكن أخشى إذا استخدمها أن يأتي أردوغان بطائرات F-16. وكان هذا واضح تماما، ألحق هذا التصريح أردوغان ووزير خارجيته بتصريحات تقول بأن تمت تنسيق عميق ما بين الطرفين، وأن ما يجري على الأرض الليبية هو فيه توافق بشكل كبير بين أردوغان وبين ترامب. وبالتالي في ظني أن هذه السيدة مهمشة، ليس لها ذلك الدور الكبير في هذا السياق. ربما هي ذكرت هذا كبالون اختبار كما قلت، ولكن كان يجب أن تستدعى من جانب هذا المجلس الرئاسي المزبعر اللي معترف بها وهي معترفة به، وكان يجب أن يوجه لها إنذار، ولكن يبدو أنهم ما جت على موي خطرهم، بالك هذا اللي يبوه، بالك هذا الذي يسعوا إليه. أيضا هي ربما تغازل أطرافهم انفصالية، رغم ما يقابلوش غير في الليبيين اللي هم مع وحدة الوطن، تم انفصاليين يتحدثون عن الأطراف الوطنية المختلفة بحقد وكأنه يتحدث عن إسرائيل، هؤلاء موجودين. فربما هي أرادت استمالتهم بشكل من الأشكال، ربما هذا واقع. يعني الآن تو الولايات المتحدة دارت مشروعها وجابت أردوغان ووقفتها بواسطة مصر عند هذه النقطة، لأن هنا نبي نطمن حتى أهلنا في الجفرة في سرت أن هذا الأردوغان لن يستطيع أن يتقدم أو يدعم الميليشيات بالطريقة اللي
دعمهم بهم على طريقة الناتو في 2011، هم على رجليهم وهو من الجو ومن البحر، هذا لن يحدث. إذا هاجموا الآن سيهاجمون على انفراد، وهنا سوف يلتهمهم الجيش. إذا 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 تجرأ أردوغان ودخل المعركة حيجي قدام الفرنسيس، والمصريين عندهم ضوء أخضر، سيستخدموا كل الأسلحة الثقيلة والمتطورة اللي عند الجيش المصري، وأيضا اليونان وقبرص اليونانية سوف يمارسون عمليات اعتراض حقيقية. طيب بكل أشكال على سيرة قبرص اللي ممكن يأتي من تركيا إلى على سيرة قبرص أيضا على سيرة قبرص. نعم. ستيفاني ويليامز أيضا شبهت الحالتين القبرصية بالحالة الليبية، وتحدثت أنه احتمال الانقسام سيفرض أو قد يفرض كما حدث في جزيرة قبرص واقتطعت منها تركيا نصفها تقريبا. هل هناك هذا يدل على ضحالة ثقافة هذه السيدة أحمد؟ هذه السيدة لا تعرف شيء. الآخر القبرصيين فيهم اليونانيين وفيهم الأتراك، صحيح، يعني قوميات مختلفة تماما، يعني الصراع إثني وفيهم أيضا صراع طائفي، لأن القبارصة اليونانيين مسيحيين والآخرين مسلمين، يعني تقريبا كل العوامل التي شهدت لأجلها نزاعات مسلحة في الكثير من الدول وهو الصراع الإثني الطائفي موجود في 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 قبرص، بينما هذا غير موجود على الإطلاق في ليبيا. طيب لكن يعني العامل المشترك بين الحالتين قد تكون إشارة ستيفاني ويليامز. نعم. من هذه الزاوية أن في الحالتين هناك دخول تركي، بمعنى أنه قد يكون هناك مخطط لربما فصل المنطقة الغربية وإهدائها لتركيا، هكذا ربما غمزت لا 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 ستيفاني من هذه القناة لا 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 من العامل التركي. تركيا مش حيعطوها شيء. تركيا محرم عليها طرابلس حرمة مكة على اليهود. قلت هو بالنسبة لي كان أرخص لنا يجيب عسكريين. هو لماذا جاب مرتزقة؟ طلب منا أنه يجيب مرتزقة، صحيح أنها فيها تحقيق لأهدافها، لأن الآن عودة الاستقرار لسوريا مطلوبة، فهو لوح كل هذه النفايات نحونا لكي يتخلص منها، وراه هذا مش حيرجعوا. هؤلاء على الليبيين أن يوطنونهم، هذه هي الأوامر اللي حتأتي، لأن هذا باش تبعتهم لأوروبا كمهاجرين يعطوهم هذا الامتياز، هذا لن يحصل. هذا يقول لك مقاتلين وجماعات إرهابية واخدين على العنف، أوروبا مش حتقبلهم، هو التركي مش حيردهم، وسوريا أيضا مش حتردهم، وروسيا مش حتسمح بعودتهم. إذن هذا تورطنا فيهم، هذه حكومة الوفاق ويا سراج ويا معتيق، هؤلاء حتأكلوهم وحتزوجوهم نسائكم وحتوظفوهم في بيوتكم وحتعطوهم مرتبات وحتعطوهم الجنسية الليبية رغما عن أنوفكم. هذه ورطة لا حدود لها اللي درتوها للليبيين. هؤلاء لن يقبلهم أحد، مقاتلين عندهم شبهة الإرهاب والتطرف، تعودوا على العنف، ما أن يدخلوا مكان حتى يحرقوه. هؤلاء لن يقبلهم أي مكان في العالم، حتى الأردوغان نفسه اللي بعتها لكم، هادوا جهزوا من الآن، جهزوا لهم بيوت، جهزوا لهم جنسيات، جهزوا لهم زوجات، جهزوا لهم المرتزقة لن يخرجوا، لم يأتوا ليرحلوا برأيك. لا لن يخرجوا. لن يخرجوا. لن يرحلوا، لن يرحلوا. لن تقبلهم دولة على الإطلاق. لن تقبلهم دولة أبداً. لا دولتهم سوريا اللي هم مطلوبين فيها، ولا تركيا، ولا روسيا اللي طردتهم من هناك. طيب إذا تتوقع يتم توطين هؤلاء المرتزقة الإرهابيين في ليبيا؟ هذا هو المخطط. طبعاً توطينهم على هذا مؤكد، ما فيش خيار آخر. طيب رجعنا حالات دولية شبيهة وفعلا كان فيها مقاتلين أجانب وطنوا فيها، خاصة في القارة الأفريقية. طيب جايين من دول مقاتلين لما حصلت تسويات سياسية في بعض الحالات الأفريقية اللي شهدت نزاعات مسلحة، في مقاتلين وميليشيات ما عجبهمش التسوية، خدوا سلاحهم ومشوا نزلوا لدولة تانية فيها حرب، خشوا قعدوا يتقاتلوا مع اللي يتقاتلوا، عندما انتهى الصراع دولتهم رفضت تستقبل، وطنوا في تلك الدول. يعني هذه حالات صايرة في أكثر من 30 نزاع مسلح حول العالم، ما عندكش مفر. طيب ستكون هذه اللعنة التي ستطارد للسراج حتى يوم القيامة. طيب مرة أخرى إلى ستيفاني ويليامز، لكن لا تعتقد أنه أن يخرج تصريح من هذا النوع طرح فكرة التقسيم في ليبيا على لسان رئيسة البعثة الأممية ستيفاني ويليامز، لا تعتقد أنه أمر خطير جدا لا يجب أن يمر مرور الكرام خاصة في هذا التوقيت؟ هو خطير جدا، لكن انا ما كملتلكش الاحتمال الثالث. احنا ما نعرفوش السياسه الامريكيه الان، السياسه الامريكيه زي ما قلت لك هي سياسه تقيت الاخفاء او القياده من الخلف، هي واقفه من الخلف وطايقه علينا امم الدنيا كلها، ولكن هي التي تديرهم من خلال وكل راهو الذين ادارتهم عبر جلسات في اروقه مخابرات، لا على مستوى وزير خارجيه ولا على مستوى سفراء، السفراء كلهم يغمسوا بحر الطبيخه ومضيعين الشوه، يعني قلت اهلنا في الشرق
يتكلم هيك في كلام منمق وأن تركيا وأن الدولة العثمانية وكلام فارغ وهو مش عارف ربي وين حاطه، لأنه التنسيق الأساسي هو بين أطراف ضباط مخابرات توجه من خلالهم التعليمات إلى رؤساء الدول اللي هي ماشية تمشي على هذا الصراط. لا، فبالتالي في احتمال أن الولايات المتحدة لما وقفت أردوغان عند هذا الحد بالك هي اللي بتقسم ليبيا، مع أن الولايات المتحدة الأمريكية هي أحد ثلاثة دولتين أخرتين متمسكتين جدا بوحدة التراب الليبي اللي هي معها ألمانيا وروسيا. هذه الدول الثلاثة ستضيع ضياعا كاملا إذا ما قسمت ليبيا، لأن برقة حتمشي للإنجليز وفزان حتمشي للفرنسيس وطرابلس حتمشي للطليان، وحيكون عندهم فيها نفوذ قوي من الصعب جدا على الولايات المتحدة وروسيا وألمانيا أن تنافس هذه الدول في هذه المناطق. طيب. وبالتالي وليبيا نفسها حتى من الناحية الاقتصادية لا تكون تلك الفرصة الضخمة للاقتصادات وللشركات العابرة للقارات إلا إذا كانت وحدة واحدة يتعاملون مع حكومة معينة، يتعاملون مع سيستم ونظام سياسي معين، إنما إذا ما قسمت إلى دول سوف تضيع هذه الفرصة بشكل كبير وخطير عليهم، خاصة الشركات العابرة للقارات اللي هي تشكل أو تساهم في تشكيل السياسة تجاه ليبيا الآن من وراء الكواليس. طيب اللي يهمني ربما نقوله، فبالتالي ربما باقي الولايات المتحدة عندها بتشيرتها وبعد ما فرضت على الملك إدريس أن يغير الدستور من دستور فيدرالي إلى دستور مركزي لمجرد أن هي ما تبيش تتعامل مع ثلاث حكومات فيدرالية، اليوم اختر لها أن مصلحتها أن تقسم ليبيا، لعل وطلقت سفيرتها قالت لها ترى أطلقي بارون الاختبار وخلينا نجربه، هذا جائز. إحنا على اتحاد مفعول بينا الآن، مفعول بينا بسبب هذه الميليشيات اللعينة وبسبب الغلطة الشنيعة باستبدالنا لمعمر القدافي بليفي، لازلنا ندفع هذه الأثمان الفادحة وعلينا نتحملها، هذا مغالب، هذا خطأ كان شنيع. كل هذا الذي يجري هي عواقب وخيمة لما فعلناه بغباء في 2011، علينا أن ندفع هذا الثمن وعلينا أن نقبله. أنت درت عملة، العملة ما تتوقعش أن خلاص العملة ما دام درتها بتنتهي عواقبها الوخيمة، خاصة عملة بحجم اللي درناه في 2011. فيما يتعلق بمسألة التفاوض، في ظني لماذا نسأل من يفاوض من؟ علاش نسأله في السؤال هذا؟ لأن في كل الدول التي شهدت نزاعات مسلحة وعددها يتجاوز 54 دولة كلهم كان الحوار فيها بين الأطراف المسلحة. والغريب جدا أن في كل هذه الدول ولا واحد طالب بتفكيك بنزع السلاح وتفكيك الميليشيات. هذا يأتي نتيجة، يعني جنبراط لما كان عنده الدروز ما كانش يقول يا جماعة أنزعوا السلاح وفكوا الميليشيات، كان يقول أعطوني حقوقي كطائفة درزية وبعدها أوتوماتيكلي هو حينهي السلاح، لأن في صراع سياسي. بالنسبة للحمير الصراع هو في الأصل أمني، المشكل بعد أمني أو بعد أو أكثر يحتاج من 30 عام تقريبا، بعد 30 عام تقريبا من التسوية من توقيع اتفاق الطائف، السلاح لازال موجودا ولازالت هذه الأحزاب تحتفظ به، لا تتحدث عن حركة أمل وعن حزب الله فقط، بل حتى الأحزاب الأخرى خفية لازالت تتمسك بسلاحها. هذا أخي لا 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 مش بالشكل هذا أخي أحمد. الجيش اللبناني جيش قوي، الوحيد اللي عنده سلاح هو حزب الله، ويريت احنا الميليشيات هذه في مستوى حزب الله على الأقل من ناحية التنظيم والقوة، لكنا أخذناها هي وقلنا لها تعالوا جيشنا، هم الأوباش هذم زي حزب الله أو زي قوت على الأقل تنظيم العسكري، يا ريتهم زيها. هذا إفراز كان عن الطائف، يعني ما نقدرش نقوله أن مؤتمر الطائف ما منزعش السلاح. مؤتمر الطائف اعترف قال حزب الله هذه مجموعة مش عارف المقاومة ولا شو نسمها وقتها، واحترم أن هي تحتفظ بسلاحها، إنما الأحزاب الأخرى ليس لها أسلحة، إن الأسلحة منتشرة. الأردن لعلمك الدولة هي اللي ربما تكون مضبوطة حتى من ناحية الأمنية، معبي السلاح عند مشايخ القبائل وعند البيوت وعند المسدسات، ولكن مش هي هذه مشكلتنا. مشكلتنا احنا أنت تتحدث عن الأسلحة الثقيلة وليس الأسلحة الخفيفة والمتوسطة. نعم الثقيلة والمتوسطة. واحد فرخ مدير دبابة قدام الحوش، وواحد تو عنده طائرة مسيرة، انت شو رايك؟ هذول اللي باعوها الأتراك باعوها الميليشيات. انت ما سمعتش تصريح بشاغة قبل ايام، ما الذي قال فيه؟ قال أطالب غنيوة وجمعت هادم والمجموعة الأخرى بتسليم السلاح إلى الجيش. يعني بشاغة يقول بكل وضوح بأن السلاح اللي عند هؤلاء مش متاع عينيه، مش متاع الأمن. هذه رقم واحد. رقم اثنين، يعني كأنه هو قال أن هذا سلاح رأو يملكه نفسه متاع غنيوة، الصواريخ والمدرعات والدبابات رأي هذه لأمير الحرب مش ليه. وفي نفس الوقت طالبهم بتسليمه إلى الجيش، يعني هو يعترف أيضا أن هذه مؤسسات شرطية لا يجب أن تملك أسلحة ثقيلة ومتوسطة، وبالتالي طيب. واضح أن هذه أسلحتهم. فتحي بشغة برأيك هو جدي في الحوار، لابد أن يتم مع هؤلاء محاولة الحوار حل أو نزع سلاح بعض الميليشيات والإبقاء على أخرى، هل سيدخل في هذه المواجهة؟ وبالتأكيد أنت تعتقد أنها بأوامر أمريكية، لكن هل نتوقع حل حالة الميليشيات على يد بشغة؟ لا، هو هذا الخطر الكبير. الخطر الكبير أن الولايات المتحدة ماشية في طريق خاطئ، وإن شاء الله يكون خاطئ ما يكونش طريق مخادع وغشاش.
وبتضحك علينا في نهاية المطاف. الولايات المتحدة الأمريكية التي تؤكد في كل بياناتها على ضرورة أن يكون الحل في ليبيا من خلال الأمم المتحدة، هي أفضل من يعرف أن تمت إدارة ضخمة في الأمم المتحدة اسمها إدارة حفظ السلام، جماعة الطباعات الزرق، وأن هذه الإدارة عندها من الوثائق والخبرات الفنية والبرامج والآليات حول نزع السلاح وتفكيك الميليشيات ما ممكن يعبي نص ليبيا. ولهذا هي تجاوزت هذه الإدارة الضخمة اللي تعرف تحط البلانز، تعرف تتحدث مع الأطراف أمراء الحرب المختلفين، تعرف كيف تضع آليات نزع السلاح، عندها مخازن هي نفسها جيت تنصب فيها، والمخازن دي عليها حراسة محددة، لأن لوحظ في بعض الدول أن السلاح يخش من الباب هذا ويطلع من روش اللي يمشي لعصابات إرهابية ولغيرها. عندهم أيضا معسكرات ينصبوا فيها في إعادة الإدماج في التسريح، وبعدين يجيبوا هذو المقاتلين ويعيدوا في إدماجهم سواء كانوا بنات أو كانوا رجال ذكور، مثل ما حصل في الكثير من الدول، يأهلهم نفسيا، يحاولوا يساعدوهم على الحصول على قروض، الحصول على أعمال، كيف يدمجوا من جديد في الحياة المدنية. يعني معقولة تسيب الأمم المتحدة لهذه خدمتها وتابعت هي كمشة 3-4 بوليس، مش عارف واحد ملازم واحد رايد، يقعمزوا مع هذا بشاغة اللي هو في الأصل أمير حرب وبروحه يحتاج أن يعالجوه نفسيا، وبروحه يحتاج أن يفككوا ميليشة هذه الحربوس ولا الحطين وش اسمها، ويقولوا له تعالى قعمز أنت فكك وانت دير. يعني خطوة خطيرة، خطوة مخيفة، لأنها مشت في غير الاتجاه وفي غير المبدأ اللي تكرر فيه الولايات المتحدة بشكل مستمر، وهو أن من يجب أن يشرف على الحل في ليبيا هي الأمم المتحدة. لماذا طيب تجاوزتها في النقطة الأهم والأخطر؟ طيب أريد فقط أن أعود إلى الأستاذة وفاء الشاذلي ليختم معها أيضا. الأستاذة وفاء هل أنت معي؟ نعم. فتحي بشاغة وزير الداخلية في الحكومة الموالية لتركيا يحاول أن يصور نفسه بأنه قادر على حل الميليشيات في طرابلس ونزع سلاحها، هذه الخطوة تسليط ميليشيات على ميليشيات أخرى برأيك لين يمكن أن تصل؟ هي هذه يمكن أن تكون يعني مدخل لانفجار بركان في الغرب الليبي. ليس هذا العمل ليس بالسهل. هل سترضى الميليشيات بعملية التفكيك بعد أن كانت يعني آمرة وناهية؟ لا يخفى على الجميع أن حكومة فايز السراج هي حكومة طيعة بيد الميليشيات. من يأمر وينهي ويحمي الحكومة هم الميليشيات. هل سيرضون؟ ما هو المقابل؟ مقابل تفكيكهم. وحاجة أخرى، بعد يعني حربهم الأخيرة على الجيش الليبي، هم يعتبرون أنفسهم يعني معنويا أنهم عندهم يعني دور في هذا الانتصار المزعوم الموهوم لهم، يقولوا يعني بعد كل هذا حتى معنويا سيقع التخلي علينا. نعم هم سيتخلون عنكم، وسيأتي الدور على بشاغة، وسيأتي الدور على فايز السراج، وسيأتي الدور عليهم جميعا، لأنهم لا يعرفون معنى أن خائنا لوطنك. ال- 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 القائد قائد الأوركسترا يعرف جيدا أن هؤلاء الميليشيات هم يعني لهم خطورة كبيرة على 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 يعني على أمريكا وعلى أوروبا وعلى يعني إيطاليا، لأن إيطاليا يعني قريبة جدا من ليبيا. هذه الميليشيات يستعملونها لفترة محددة زمنيا ويبقون على ميليشيات أخرى يعني ولاؤها، قلتها يعني من ذكري، ولاؤها للأمريكان، وهي تستعملهم كمرشدين عن الميليشيات الأخرى، لأنه ليس كل الميليشيات لهم يعني معاملات مع العمصان. مثلا ما قلت بكري ميليشيا الردع هي معروفة ولاؤها للأمريكان، ولذلك لا يمكن حاليا أن يقع تفكيك هذه الميليشيا. اليوم بشاغة يقوم بتفكيك الميليشيات ليصدر نفسه للأمريكان كبديل أنه قادر أن يكون حاكما بأمره في المستقبل بعد إجراء تلك المفاوضات. يعني هو الخادم الأمين للمصالح الأمريكية وللمصالح التركية، هو حتى اللقب بشاغة هو لقب تركي، يعني هو أمين الأتراك في الغرب الليبي.
ولذلك طبعا عندما يحكمون بتفكيك الميليشيات هو يقوم بذلك، ولكن لا يعرف أن هذا العمل سيرجع بالوبال عليه وعلى كامل الحكومة، لأن الميليشيات ليس من السهل أن يستسلموا ويقبلوا بهذا التفكيك. هذا هو السيناريو الذي تتوقعينه في طرابلس وفي المنطقة الغربية المحتلة من قبل هذه الميليشيات الموالية لتركيا. شكرا جزيلا لك المحامية والناشطة الحقوقية الأستاذة وفاء الشاذلي. أشكرك جزيل الشكر الباحث والمحلل السياسي الأستاذ عز الدين عقيل، ضيفي عبر الأقمار الصناعية من تونس العاصمة. مشاهدينا، بإذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من الحدث، في ختامها تقبلوا تحيات معيدي أحمد سالم وتحياتي أحمد القماطي، في أمان الله.